الجزاء، ولكن رغم ذلك فإنه يبقى أحد الروائيين المغاربة اللامعين أو المرموقين على الساحة الوطنية والعربية، ولماذا حتى الدولية، بما أنه ترجمت أعماله إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية، فربما سيصبح أكبر نجم إفريقي وعربي ومغربي. إذن نتمنى للأستاذ التوفيق. هذه الأمسية خصصت لبعض الدراسات التي قام بها أساتذة ينتمون إلى الكلية وخارج الكلية، وسنعطي الكلمة تباعا للأستاذ حاسب، ثم السي العماري، ثم السي محمد، ثم في الأخير سنعطي الكلمة للأستاذ يوسف لكي يجيب على أسئلتكم ويقدم بعض الورقات وبعض القراءات لديه في بعض الأعمال ربما. فهو حتى لا أطيل عليكم أعطي الكلمة للأستاذ حاسب، وهكذا أرجو على الطريقة، فليتفضل مشكورا. وشكرا شكرا سي إدريس، مساء الخير. بالنسبة لمداخلتي عنوانتها على الشكل التالي: بنية الاكتمال في رواية فرح يوسف فاضل. تقوم رواية فرح يوسف فاضل على محكي أساسي، وهو محكي أسرة فقيرة كانت تعيش في حي شعبي مجاور للحي الذي شيد فوقه مسجد الحسن الثاني، وهو المسجد الذي أراد له صاحبه أن يكون معلمة تاريخية تخلد اسمه، لذلك فرض على الجميع المساهمة في بنائه. وتوجد بين حكاية هذه الأسرة وحكاية بناء المسجد الكثير من التوشجات والتقاطعات التي ظل الكاتب يضيئها وينسج خيوطها بالكثير من الحرص والتأني. رغم كثرة الحكايات والمسارات السردية في النص، إلا أنها ظلت مرتبطة وتابعة للحكاية الأساسية فيه، وهي حكاية فرح. ما يميز في نظري مختلف هذه المسارات والحيوات والمصائر التي يزخر بها النص هو تيمة أساسية ومركزية ظلت تظهر وتختفي على طول الرواية، وهي تيمة الاكتمال. فكل شيء في هذه الرواية مندور للفشل والإخفاق والنقص. فإذا كان محكي فرح من بين المحكيات الأساسية في هذه الرواية، ومن خلاله نتعرف على هذه الفتاة التي قدمت من أزمور إلى الدار البيضاء لامتهان الغناء، إلا أن نهايتها كانت مأساوية بعد أن أخذ المحامي الذي وعدها بمساعدتها كل نقودها، وعاشت مشردة وضائعة إلى أن لفظت أنفاسها في ورشة عثمان الذي وضعها في تابوت ورمى بها في البحر. لقد أضحى المآل الذي آلت إليه حكاية فرح بمثابة قانون يسري على باقي الحيوات والمصائر بما فيها مصائر الأمكنة والفضاءات. فالمسجد الذي كان صاحبه يريد منه أن يكون تحفة غير مسبوقة تخلد اسمه إلى الأبد، قد ظل سقفه يحمل شقا لم ينتبه إليه الوالد النقاش إلا في الأخير. كما أن الحي الجديد الذي دشنته الدولة لإفراغ الحي المجاور للمسجد لم تدم طويلا، لأن جدرانه أضحت متداعية وآيلة للسقوط، يقول عنها الراوي: الأبواب تفككت عند أول خرطة، والمجال مسدودة، الجدران المغشوشة تسرح في شقوقها الصراصير والأقفال والزليج، وخصص النافذة مالع عند أول إطلالة، الصنابير لا تعطي ماء، والضغط على الأزرار لا يولد كهرباء. صفحة 313. أمام هذه الأوضاع الكارثية لم يعد الناس يفكرون إلا في استعادة منازلهم القديمة رغم بؤسها وتواضعها، وقد صاغوا من أجل هذا الهدف رسالة إلى الملك كانوا يريدون تقديمها له يوم تدشين المسجد، غير أن الملك لم يحضر في ذلك اليوم، وتقرر تأجيل عملية التدشين، كما أنهم سيكتشفون أن حيهم القديم سوي مع الأرض وصار أثراً بعد عين. هكذا ظلت محكية هذه الرواية تقوم فيما بينها على علاقات التصادي والتملئي من خلال تجربة الإخفاق والفشل التي ظلت تسهم مختلف التجارب والمصائر. فسليمان الذي كانت تعلق عليه الأسرة آمالاً عريضة لينتشلها من فقرها وبؤسها بعد أن سافر إلى السعودية للعمل، عاد في تابوت مقطوع الرأس
لأن مشغله ارتاب في علاقته بزوجته. أما عثمان وهو الشخصية الرئيسية في الرواية وهو راوي أغلب أحداثها فقد انتهى هو الآخر مقعدا في كرسي متحرك ينتظر وضع زوجته التي كانت تعاني من آلام المخاض. لقد تعرض عثمان لغدر القضاء بعد أن أخذ منه حبيبته فرح وحكم على حياته بالبؤس والفقر والإعاقة الدائمة. أما كيكا فقد كان كل أمله هو الحصول على الفيزا والهجرة خارج المغرب من أجل التخلص من واقعه والابتعاد عن نظرات الاحتقار بسبب مهنة أمه المذلة. غير أن الأم وعندما توفقت أخيراً في الحصول لابنها على الفيزا التي انتظرها لسنوات قررت في لحظة ضعف أن تستحوذ عليها لنفسها وتحرم ابنها منها، الشيء الذي زاد من حقده ونقمته إلى العالم بأسره. أما حبيبة فكانت تشيع أبنائها الواحد تلو الآخر لأن والدهم كان يخلقهم ويدعي أنهم ماتوا فداء للمسجد الذي كان في طور البناء. خديجة مهووسة بالجنس طلقت وأصبحت عرضة لنوبات هستيريا بعد أن اهتزت شخصيتها، مما دفع بعبد الله زوج أختها أن يحولها إلى موضوع لنزواته المرضية. شخصية عبد الله في هذه الرواية هي من بين الشخصيات التي تتكرر كثيرا في رواية يوسف فضيل، فهو رمز للطابع الحيواني الكلبي في الإنسان لما يتميز به من خصة ونذالة وحقارة. فهو الذي وشى بالخال إلى الطارق الملكي، هو الذي كان يستغل مرض خديجة لتلبية نزواته، كما أنه نصب نفسه إماما للمسجد بالحي الجديد من أجل غاية انتهازية صرفة، ثم أنه حول موت سليمان إلى فرصة لابتزاز السلطات أولا والاستدرار عطف الناس والاستحواذ على عطاياهم في الأخير. لقد تمكن يوسف فاضل عن طريق تقنية الاستيطان من كشف الجانب القاتم في الإنسان. إذا كانت شخصية عبد الله هي مثاله الأبرز فإن هناك شخصيات أخرى لا تخلو من هذه الخصائص. فكنزة ضحت بابنها وبمستقبله واستحوذت على الفيزا لنفسها. كيكا انتقم من فرح بحرق وجهها بالماء القاطع، كما أنه كان يشحذ السكين للانتقام من أمه. المحامي استغل سذاجة فرح وسلبها نقودها وغيرها من أمثلة. كما عمل الكاتب على نسج نوع من التطابق والتشابه بين هذه الأرواح الفاسدة والأمكنة التي لا تقل عنها فسادا أو خرابا. فالحي القديم تحول إلى أنقاض بسبب الأمطار الطوفانية التي جرفته، والحي الجديد سرعان ما فقد بريقه وأضحى مشكا على التداعي، وبناء المسجد كان يتم على حساب العديد من الأرواح التي كانت تزهق بين الحين والآخر. لقد أضحت لعبة التصادم بالأمكنة والشخوص والدمات لعبة أثيرة لدى الكاتب عمل من خلالها على تخصيب سرده وتوليد محكياته، كما أنه كان يخرق جماليات الاحتمال بين الحين والآخر بجماليات مناقضة ومغايرة كتوظيف الفونتاستيك مثلا من خلال شخصية الكلب الذي كان يتقفى أثر السارد ويحاوره في بعض الأحيان، هو تعبير استعاري عن الطبيعة البوليسية والمخابراتية لنظام جعل من الإدعان والخضوع قانونه الرئيسي. وكذا من خلال إسناد حكي لشخصيات أصبحت في عالم الأموات مثل فرح وسليمان الذي قدم لنا تجربة سفره إلى السعودية بحثا عن العمل وأوبته إلى أرض الوطن في تابوت مقطوع الرأس، يقول مثلا: سأقترح على عبد الله اقتراحا يخرجنا من هذه الورطة، بعد قليل سيأخذك إلى مسجد الحي، بالمناسبة إنه أصبح يؤم الصلاة بهذا المسجد، وسيجمع بعض المال من السكان للعشاء وسيارة الموتى، وعندما يرى أنه ربح على حسابك ما يكفي من المال سيأخذك إلى حفرتك. صفحة 143. لقد أضفت هذه المحكيات الفونتاستيكية بعدا لاعبيا على النص، حررته نسبيا من مواثيق الكتابة التقليدية، كما أن أغلب الفصول في الرواية وردت عن طريق الاسترجاع من طرف عثمان بعد أن أصبح مقعدا، كما تخللت عملية الاسترجاع هذه بالكثير
من المحكيات بعض البياضات والفراغات، كأن بنية الاكتمال التي سبق أن قلنا أنها مكون أساسي من مكونات هذا النص اخترقت محكياته ووسمتها بميسمها وأصبحت تفرض على القارئ ملأها وتأويلها حسب هواه، مما يجعل من هذا المحفل طرفا أساسيا في بناء الحكاية ونسج عوالمها. في الختام، فإنه على الرغم من القتامة التي تطبع أغلب محكيات هذه الرواية، إلا أنها لا تخلو من ومضات مضيئة تنتصر للأمل وللمستقبل، يتجلى ذلك مثلا من خلال ما صرحت به فرح وهي مسجات في تابوتها تحت الماء قائلة: أرفع دعواتي حتى تستمر اللذة، حتى وأنا لا أعرف أنها سفينتي للعبور إلى الضفة الأخرى سليمة نظيفة مطمئنة معافاة شبعانة. الحياة تسهر بداخلي، حياة غنية مضمقة بعبير حيوات أخرى، هذه ضوضاؤها تملأ الحقل الصغير القاحل بداخلي. يبين هذا الاستشهاد أن إرادة الحياة تبقى أقوى من كل المضبطات والإكراهات التي تحول دونها. يتجلى التشبث بالأمل وبالحياة أيضا من خلال إنجاب زوجة عثمان لطفلة سيطلق عليها اسم فرح، تيمنا باسم صديقته التي كانت تملأ حياته بالكثير من المعنى وبالكثير من الفرح. شكرا. وأعطي الكلمة للأستاذ السي محمد العماري، فليتفضل. مشكور. أتوقع أن لي كيف لا أحتاج؟ لا شو سمعوه؟ طيب، إذن قلت أن سعيد ومبتهج بالمشاركة في هذا الحفل الثقافي والفكري الذي نظم لعالم من أعلام الكتابة الأدبية والمسرحية والسينمائية والنقدية أيضا في المغرب. الواقع أنه لما اتصل بي صديق أمنصور للمشاركة في هذا الموضوع، اقترحت عليه أن أشتغل على المسرح باعتبار تخصصي، لكنه ألح على أننا في هذا الحفل نستقبل السي يوسف فاضل الروائي، وأنه ربما ستأتي فرصة أخرى لنحتفي به ككاتب مسرحي وكاتب سيناريو. الرواية التي اخترت الاشتغال عليها هي رواية قصة حديقة الحيوان. سأتناول في عرض العناصر الآتية. إذن في البداية سأتحدث أعطي نبذة عن مضمون الرواية، عن مد الحكاية للرواية، ثم باقتضاب شديد يعني دون الدخول في التفاصيل سأتحدث عن آليات اشتغال سخرية بين المقاربة الدلالية والمقاربة التداولية، ثم بعد ذلك سأباشر الاشتغال على هذه الظاهرة في الرواية وهي ظاهرة السخرية. بطبيعة الحال أن الدراسة التي أعددتها طويلة للغاية، ولذلك سأقتصر على بعض المقتطفات كما سترون حتى لا أطيل عليه. إذا سأتناول السخرية من خلال ثلاثة مظاهر، هي سخرية من الرياء والتدين الكاذب، ثم السخرية من المحسوبين على الفن حتى لا أقول الفنانين، ثم السخرية من السلطة. إذن رواية قصة حديقة الحيوان صدرت عن دار الفينيك بالبيضاء سنة 2008، هي تقع في 385 صفحة، تتألف من خمسة فصول اللي هي لعب، مكان الأقرب، الحب، صحراء، الكرنفال. كل فصل من هذه الفصول موزع ويعني
يقسم إلى مقاطع. طول هذه المقاطع يتراوح بين صفحتين وعشر صفحات، وكل فصل يتألف من تقريبا ما بين 11 و 16 مقطع. هذه الرواية هي الرواية السابعة في مسيرة الكاتب الروائية بعد الخنازير سنة 83، وأغمات سنة 83، وسليستينا سنة 93، ملك اليهود 96، حشيش 2000، ومترو محال سنة 2006. إذا بالنسبة للمد الحكائي، حتى لا أطيل باختصار شديد، الرواية تتحدث أو تحكي قصة شابين مغربيين في العشرينيات. هذان الشابان يجمع بينهما أمران: الأول هو انتماؤهما للهامش لطبقة المهدمة، والقاسم المشترك الثاني هو حبهما للمسرح. رشيد سيلتحق بسلك المعلمي وسيتخلى عن وظيفته ليتفرغ للمسرح. إذا التحق بالعمل الاجتماعي كمعلم، لكن يعني ظروف العمل من جهة في منطقة نائية، ثم يعني حرمانه من المسرح جعله يتخلى عن هذه الوظيفة ويعود إلى البيضاء لكي حالما بأن يصبح كاتبا مسرحيا مرموقا. هو كما قلت يعني فقير، يعيش مع أخته وزوجها، عاطل عن العمل بعد تخليه عن الوظيفة كمعلم. أيضا أنه طيلة الرواية وهو يحلم بأن يكتب، أن يعيد كتابة مسرحية لكاتب أمريكي كبير هو إدوارد ألبي، وهي تحمل نفس العنوان قصة حديقة الحيوان التي استعرت منها الرواية العنوان. طبعا الحال أمام ضغط الفقر والحاجة سيضطر للعمل مع المخابرات كجاسوس يتجسس على أصدقائه ومعارفه. بالنسبة للشخصية الثانية هي شخصية سيمو. إذا شخصية سيمو هو أيضا يعيش مع أمه وزوجها. أبوه اعتقل وحكم عليه بالإعدام لأنه شارك في اغتيال أحد أطري حزب الاستقلال. يعني حلمه كان هو أن يصبح ممثلا. سيسافر إلى فرنسا لدراسة المسرح لكنه سيخفق وسيعيش فترة متشردا هناك. سيعود إلى المغرب ويتزوج بفتاة أو امرأة تسمى نورة، يعني بعد أن كان قد ولد أن بعد أن كانت قد أنجبت منه طفلا سفاحا، سيتزوجها وسيحلم بالذهاب إلى ليبيا للعمل والاستقرار هناك واستخدام الزوجة والابن. سينجح في الذهاب إلى ليبيا، لكن الزوجة سترفض الالتحاق به وستختار الذهاب إلى أو الهجرة إلى إيطاليا وستستقر هناك. سيعود إلى المغرب وسيجد صديقه رشيد قد نجح في إعادة كتابة المسرحية، وأثناء التمثيل في آخر العرض في مشهد سيمثل فيه رشيد الشخصية التي تنتحر، سيضع حبلا في عنقه ويعلق في الهواء على أساس أن زميله أو صديقه يعني بعد لحظة يرخي الحبل، لكن الصديق انشغل بالتصفيقات وترك صديقه يلفظ أنفاسه، وتنتهي بطبيعة الحال الرواية باعتقال سيم. إذن هذا باختصار شديد المثل الحكائي لهذه الرواية. طيب الآن فيما يتعلق بالسخرية. إذن عرفت السخرية يعني أشياء. تعريف للسخرية هو أنك تطلق قولا وتقصد ضده أو عكسه، كأن تقول لشخص ما
أذكاك وأنت تقصد ما أخبأك. إذن هو تطلق كلاما ظاهره غير مقصود، ظاهر معناه غير مقصود، والمقصود هو المعنى الخفي وهو ضد المعنى الأول. إذن هذا التعريف هو الذي كان شائعا، لكن اعترض التداوليون على التعريف باعتبار أن في بعض الأحيان أن الكلام لا تدرك أو لا يدرك سخريته إلا المتلقي أو القارئ. بعبارة أخرى أن قد يعني يكون الكلام يحمل المعنيين، ولكن القارئ أو السامع لا يدرك إلا المعنى المباشر، ومن ثم تنتفي السخرية. إذن فدور القارئ أساسي أو السامع المتلقي أساسي في إدراك السخرية. إذن أيضاً أن في بعض الأحيان أن الكاتب قد لا يقصد أو المتكلم قد لا يقصد إلى السخرية، لكن المستمع أو المتلقي قد يفهم المعنى السخري، يعني أنه قد يسقط السخرية على الكلام. إذن كل هذا لأقول بأن دور القارئ أساسي في إدراك السخرية. إذن تقول إحدى الباحثات في مجال السخرية اللي هي أوتشيون في أحد المقالات: السخرية تشتغل مثل تلك الظواهر اللسانية التي لا تملك وضعية دائمة ومكتملة داخل اللغة، بل هي تستمد دلالتها خلافا لذلك من فعل إنتاجها اللساني، أي من تلفظها. وحين أقول التلفظ فأنا أستحضر المقام ديال التلفظ اللي فيه المتلفظ والمتلفظ له والسياق ديال التلفظ. طيب، بعبارة أخرى فالسخرية موجودة بالقوة في الخطاب، وما ينقلها إلى الوجود بالفعل هو المتلقي. في بخصوص أقطاب السخرية، ميز فيليب هامون بين خمسة أقطاب اللي هما الساخر، يعني السخرية باعتبارها بنية تواصلية فيها الساخر الشخص الذي يسخر المسخور منه وهو موضوع السخرية، السادج وهو الذي لا يفهم السخرية، لأن في مجلس قد تسخر من أحد، قد يفهم البعض السخرية وقد لا يفهمها البعض، وربما المقصود بالسخرية لا يفهمها وهو السادج، ثم المتواطئ، وأخيرا حارس القانون أو نظام القيم الذي من نسخر منه. طبعا هذا الأقطاب خسر باحث آخر أو اختتل في ثلاثة أقطاب رئيسية اللي هي الساخر والمسخور منه ثم الملاحظ. طيب، الآن ما هي الآليات التي تشتغل بها السخرية؟ إذن السخرية يمكن، ولاحظوا هنا هذا الطابع الخفي ديال السخرية جعل البعض يفكر في وضع علامة لها بحال علامة ديال التعجب أو ديال الاستفهام وما إلى ذلك، وذلك ضمانا لأن يفهمها المتلقي. لكن بطبيعة الحال كما تعلمون في علامة التقييم لا نملك علامة خاصة بالسخرية، يعني الاقتراحات التي اقترحت لم تلقى نجاحا وتداولا، ولكن مع ذلك أن الكاتب يمكن من خلال من خلال يعني بعض المؤشرات ديال او بعض العلامات ديال التقييم يظل السخريه بحال علامه التعجب. فبعض الاحيان ان علامه التعجب تدل على السخريه، او لا لطاليك الكتابه المائله، ان الكلام الساخر يكتبه بخطين مخالفين ل باقي الكلام. ايضا بين الاليات التي تستعمل بعض المحسنات وتقنيات البلاغيه الاسلوبيه بحال التكرار، يعني تكرار إما عنصر لغوي أو مركب لغوي وما إلى ذلك، بحال الطباع، الغلو، تناقض، مفارقة، المنطق المقلوب، تفسيرات خاطئة وما إلى ذلك. أيضا قد تحضر الشخصية السخرية انطلاقا من آليات السرد، من تقنيات السرد، مثلا بحال استعمال التبئير، الطريقة التي يوظف بها الكاتب التبئير، أو أيضا مثلا أسلوب غير مباشر، أو تعدد وجهات النظر ولي بوان دو فيو لي بيرسبكتيف لظاهرة واحدة. ثم هناك أيضا القرائن المقامية المرتبطة بالمعرفة الموسوعية للمتلقي والكاتب المشتركة بين الكاتب والمتلقي، يعني ما قد نسخر منه نحن
بعض الأحيان قد لا يفهمه غيرنا، ومن هنا صعوبة ترجمة السخرية. لماذا؟ لأنها متجذرة في الثقافة. طيب، لماذا يعني ألححت على الاهتمام بهذه الدائرة في هذه الرواية؟ إذا لاحظوا ماذا يقول الكاتب في صفحة 366 على لسان سيمو، يقول: لا يوجد في حياتنا ما هو تراجيدي، لا يوجد سوى ما يثير السخرية. وهو قد استعمل السخرية كسلاح لانتقاد يعني المجتمع المغربي بشكل عام والنظام السياسي، لا سيما في الفترة التي تدور فيها الرواية وهي فترة السبعينيات. الأمر الثاني هو أن هذه الظاهرة حاضرة بشكل لافت للنظر في الرواية، يعني أن تقريبا لا يكاد يخلو مقطع من إشارة ساخرة. طيب، إذا سأبدأ بالسخرية من الرياء والتدين الزائف. طبعا الحال هنا كاين واحد مجموعة المقاطع التقيتها، ولكن بما أن الوقت لا يسمح سأقتصر على بعضها فقط. إذا هذا مقطع اللي هو المقطع الثالث، إذا المقطع هو: ظل الشرفاء، الشرفة يعني ماشي الشرفاء وإنما الشرفة بالدارجة، يذكرون الله طول الطريق، يتحدثون عن مكة وزمزم ويذكرون الله. الشرفة مجللون بلحاهم البيضاء المدلات على صدورهم في وقار، وكذلك الحاج المامون الذي أصبح مثلهم بعد أن عاد من حجته الأخيرة وهي الثالثة، الحجة الثالثة بنفس اللحية البيضاء طويلة، لم تعد تشبه لحية على الفاس الخفيفة، شبر ونصف لحية لا تقل وقارا عن لحى الشرفة. سيمو يسوق السيارة برزانة تليق بالموكب المهيب المسافر إلى جباله النائية. لحية سيمو صهباء وبنفس الكثافة، نزلوا في السطات ليشربوا كأس شاي ويبولوا في الخلاء. العابرون ينظرون إليهم بنفس الخشوع الذي في صدورهم. السيارات كأنما يخرج منها النور. في السيارة استمروا يتحدثون حول مكة وزمزم والحجاز، أو يقرؤون اللطيف وهم يحركون في أيديهم سبحاتهم الكبيرة. إذن هذا هو النص. إذن من بين القرائن الدالة على السخرية في هذا النص هناك تكرار. أشير إلى إكثار الشرفاء إلى الذكر والحديث عن زمزم مرتين، كما أشير إلى اللحى البيضاء طويلة مرتين. يضاف إلى ذلك استعمال المبالغة الواضحة في الإشارة إلى طول لحية الحاج شبر ونصف. إذن هذه الإشارة يعني كان ممكن يكتفي الكاتب بلحى طويلة، ولكن هذه الإشارة ديال شبر ونصف بطبيعة الحال تهدينا ويعني تقودنا إلى إدراك، إلى التفطن، إلى أن الكاتب يسخر هنا. والربط بين أمور لا رابط بينها، إذا بين مؤشرات ذلك الربط الإشارة إلى التناسب بين طول اللحية ودرجة الوقار، يعني كلما طالت اللحية زاد وقار الرجل. طبعا الحال هذا منطق خاطئ، لا صلة بين طول اللحية، والدليل على ذلك هو أن واحد الوقت كانوا الشيوعيين يرسلون اللحى الطويلة، والتضخيم بحال السبحة الكبيرة، وهي كلها علامات المقصود منها إظهار الورع والزائف، ورع يتقابل بطبيعة الحال مع حقيقة الحاج المامون التي اكتشفها القارئ في الصفحات السابقة، وأيضا حقيقة الشرفة. يضاف إلى ما سلف أن النص يحضر فيه صوتان: صوت السارد الذي ينقل الوقائع ويصف الشخصيات من منظوره ويصدر عليها أحكام قيمة من قبيل وصف اللحى المدلات بالوقار، والموكب بالمهيب، لاحظوا يقول تليق بالموكب المهيب، وهي أحكام لا يحتاج القارئ إلى كبير فتنة ليدرك أن المقصود بها ضدها. ثم هناك الصوت الثاني وهو صوت العابرين، لاحظوا في قوله العابرون ينظرون، العابرون يعني المارة، ينظرون إليهم بنفس الخشوع الذي في صدورهم، صدور الشرفة. وبطبيعة الحال القارئ انطلاقا من الصفحات السابقة يدرك بأن هذا الخشوع هو خشوع مفتعل ومصطنع وزائف. حتى وهم يتبولون في الهواء الطلق، بل يتوهمون، يعني هؤلاء المارة
أن سيارتهم، لاحظوا هذا القول ديال سيارتهم، السيارة استمروا السيارات كأنما يخرج منها النور. هذا التشبيه هذا ماشي ديال الكاتب ولا ديال السارد، وإنما هو منقول عن المارة. إذا المارة يتداولون بينهم يقولوا السيارة بحال اللي كيخرج منها النور. نعم، إن ازدواجية الصوت في هذا هذه لا تسمح للكاتب بالسخرية من الشرفة وحدهم، بل حتى من أولئك الذين ما زالوا يؤمنون ببركته. وتبلغ السخرية من الشرفة مداها حين نراهم يكشفون عن جشعهم ويتحي. وهناك نصوص أخرى لن يعني باش ما نطولش، غادي نمشي مباشرة للمحسوبين على الفن. إذن بطبيعة الحال أن الكاتب يعني تحدث في غير ما مقطع عن هؤلاء، عن الفنانين، وسخر من بؤسهم وجشعهم وتهافتهم وضحالة فكرهم وما إلى ذلك. إذن ما غاديش نطول، غادي ناخذ فقط جوج ديال ولا ناخذ غير المقطع. إذن يقول: كانت تحدث، إذا هذه في صفحة 90، كانت تحدث أشياء غريبة في تلك الفترة. كان الممثلون والمغنون ومن لهم صلة بهذا الموضوع يتراكمون أمام بيت الأمير من أجل الحصول على جريمات، سيارات، أجرة أو حافلات. ممثلون ومغنون فقراء معدمون، ذهب أغلبهم يشحذ أمام باب الأمير، أذكياء ماكرون هؤلاء الفنانون. لم يشحذوا خبزا أو عملا، رخص تاكسيات أو حافلات تسافر حتى أكادير طلب دفعة واحدة، يريدون أن يصبحوا كالتجار والملاكين وأصحاب المداخل القارة، دخل قار ولا عام. طبعا الحل لإدراك السخرية هنا، طبعا الحل هي واضحة، ربما يحتاج نحن جيل يعني اللي سبقناكم ديال السبعينات ندرك المعنى من هذا الكلام، لا سيما لما كان كل يعني من له حاجة يقف أمام باب ولي العهد سابقا اللي هو ملكنا اليوم في سنة، يعني المعاقون والفنانون والسياسيون وما إلى ذلك. إذن بطبيعة الحال السخرية هنا يخلق السارد ومن خلفه الكاتب مسافة مزدوجة بينه وبين هؤلاء الفنانين من حيث الزمن، لاحظوا الإشارة ديال في تلك الفترة، ومن حيث الشيوع والتردد، لاحظوا أشياء كانت تحدث أشياء غريبة، إذن هذه غريبة يعني أشياء تخرج عن العادة، مسافة ستسمح له بالسخرية منه، وقد توسل في سخريته هذه بآليات متعددة ومتباينة، فعلى مستوى البناء اللغوي للنص نجده يستعمل فعل تراكمة التي تستعمل لتكدس الأشياء للدلالة على احتشاد الممثلين. لما ممكن تقول تراكم الناس أمام الباب، إنما احتشدوا، إذا لاحظوا هذه الكلمة ديال تراكم، تراكمت الأسباب، تراكم الغبار، ولكن ما كنقولوش تراكم الناس. وهو ما يتناقض مع صفة الذكاء التي أسبغها عليهم فيما بعد، كما استعمل التقديم والتأخير، إذ قدم الخبر في جملة أذكياء هؤلاء الفنانون، وقدم المفعول به في رخص تاكسيات طلبوا. ومعلوم أن تقديم عنصر في الجملة يعني العناية به، هذا كلام ديال النحاة، أن حين تقديم التأخير لا يكون عبثا، وإنما حين تقدم عنصرا فهذا معناه أنك تهتم به أكثر. فكأن الكاتب يريدنا أن نلتفت إلى أن صفة الذكاء التي أطلق عليه إنما قصد بها السخرية، لأنها لا تتناسب مع التفاوت بين فعل الشحاذة وموضوعها. فالشحاذ يشحذ في العادة ما يسد به الرمق، أما الممثلون فيشحذون رخص التاكسيات. يضاف إلى هذا أن الكاتب في هذا المقطع استغنى عن الروابط اللفظية بين الجمل وعول على الروابط المعنوية، معززا بذلك التواطؤ بينه وبين القارئ. طبعا الحل هناك نصوص أخرى سأحفز عليها حتى إذا كنت أطلت. عندي 5 دقائق فقط. صافي. طيب، السخرية الآن، السخرية من المحسوبين على الفن، نشوف السخرية من السلطة. إذا السخرية من السلطة، طبعا الحال أن الكاتب سخر
من السلطة كثيرا في هذا، ولكن تبدو يعني واحد الشكل مثير في مقطع لا بأس أن أذكر سياقه، هو أن الممثلين كانوا يهيئون ملحمة، ويعني من عاشوا في السبعينيات ما زالوا يذكرون ملاحم عيد العشر، كانوا يهيئون ملحمة في غابة المعمورة في واحد المركز في المعمورة. وطبيعة الحال أن ذات يوم وصله نبأ بأن الملك سيزور المركز ليطلع على سير ديال الاستعدادات. في هذا السياق جاء هذا المقطع. إذا المقطع جاء وزير الثقافة جارا وراءه عددا كبيرا بطبيعة الحال تحضير للزيارة الملكية من موظفي وزارته، كانوا كلهم يلبسون البدلة السوداء. أصبح المركز أشبه بعش غرباني كبير، احتكر الوزراء جميع المراحيض وبات على الموظفين الآخرين بما فيهم كتاب العامون ومدير الدواوين أن يبولوا ويتبرزوا تحت الشجر وخلف جدران الشاليهات. وزير الصناعة التقليدية كان يعرف طقوس المخزن، فجاء مسلولا يبول ويتبرز في الخرق التي وضع تحت سرواله بانتظار أن تمر الزيارة الملكية بخير، ولكن لا أحد يعرف متى سيحضر الملك. تأكد في السادسة أن الملك لن يحضر، كان بعض الموظفين قد بالوا في سلاويلهم، وتبرز وزير الصناعة التقليدية أكثر من مرة لأنه مرتاح في خرقه. طبعا الحل أعتقد لا داعي للمعلومات واضح. طيب إذا هناك أشياء أخرى، إذا على سبيل الختم لا صافي بقى فقط هذا السلايد وانتهي. صدر عفوا في حقك ريز. طيب إذا على سبيل الختم، إذا الدراسة ربما إن وجدت سبيلا لنشرها ستنشر. إذا على سبيل الختم هو أن الكاتب في هذا النص لا يسخر من المجتمع ومن النظام فقط، وإنما يسخر حتى من القارئ ذاته، لأن في بعض المواقف الساخرة نتعرف على نفوسنا، يعني يسخر من بعض السلوكات ونحن نقرأ أحيانا نشعر بالخجل من أنفسنا. سأختار فقط هذا المقطع وأنهي. إذا هذا المقطع على الكلاكسون. في 9 صباحا تبدأ المنبهات، في 10 تتسع رقعتها وتعلو حدتها حتى لا تقول إنها هابطة من السماء، وبعد 11 لا تتوقف. 195 كلاكسون في أقل من 10 دقائق. بعد أيام قليلة تعلم سيمو رموزه، لأن هنا تنقل لنا عبر شخصية سيمو، لأنه كان ينصت إلى يوميا لهذا الكلاكسونات. كلاكسون باش تخلي السائق يدوز، سائق آخر يدوز، وكلاكسون باش يخليك تدوز، وكلاكسون حيت خليتي يدوز، وكلاكسون حيت خلاك تدوز، وكلاكسون باش يقول لك شكرا، وكلاكسون آخر للسيد اللي قدامه، وكلاكسون ديال الآخر اللي جاي البحرة جاي. هذه الكلاكسونات مزيان، ظريفة سهلة لما فيها مشاكل، وهي قليلة مقارنة مع الكلاكسونات القبيحة. كلاكسون باش تحيد من الطريق، وكلاكسون باش يقول لك الطريق ماشي ديال باك، وكلاكسون حيت ما خليتيهش يدوز، وكلاكسون باش يقول لك الحمار، وكلاكسون باش يقول لك انت هو الحمار، وكلاكسون باش يقول لك الا ما سكتيش نهبط نخلي ضربك، وكلاكسون كيقول لك الا قدرتي نزل. وفي الحصيلة 195 كلاكسون في 10 دقائق. لا 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 يعني لا اعلم اي سائق مغربي قرأ هذا المقطع سيخجل من نفسه. وشكرا. شكرا استاذ عمار على آلية السكرية قصة حديقة الحيوان السيد فاضل. الآن نعطي الكلمة الختامية في هذه المداخلات للأستاذ الدكتور محمد المنصور، فليتفضل. مشكور. شكرا سي دريس. واخا ما عرفتش اش تستعجل حيت مساء الخير. طبعا كما لا يخفى عليكم الان صوره يوسف فاضل واضحه نسبيا،
فنحن بصدد كاتب كبير كبير بمعنى كلمة. أذكر بعض الخطط العارضة وردت في الصباح، ونحن أمام كاتب يتفنن في توظيف العامية في نصوصه، أمام كاتب تتميز لغته الروائية بالاختصار اللغوي، كاتب يعرف كيف يمزج بين اللعب المسرحي واللعب الروائي، يتفنن في نحت شخصيات هامشية أو مهمشة، يكتب التاريخ الصغير تلك التفاصيل التي تنفلت من بين أيدينا. كاتب من الصعب اختزاله، يتعاطى للواقع أو للتاريخ أو للذاكرة بلمسات شعرية إلى غير ذلك. ثم كاتب لديه نفس طويل. أنا أريد أن أغريكم بقراءة رواية فرح آخر أعمال يوسف فاضل. وفي الحقيقة أنا عندي دائما واحد المشكل في الرواية، خصني الرواية تبنجني باش كنعترف بها، توصل أنها تبنجني، يعني نبقى غادي معها، توصل معايا أنها وهذه الحالة وصلت لها مع الرواية ديال فرح. طبعا ليس أي قارئ يمكن أن يتمتع بهذه الرواية، قارئ المتسرع أو الزربان أو لممساليش أو لأن تحتاج إلى للحصول على اللذة في هذه الرواية، يحتاج القارئ إلى ما غاديش نقول العذاب، ولكن واحد المجهود كبير جدا حصل على نوع من المتعة المركبة. وأنا سعيد لأن يوسف من الكتاب الذين ينضجون باستمرار، لأن هناك كتاب يكتبون روايتهم الأولى ثم ينتهون ويواصلون الكتابة بالاجترار، ولكن أمام كاتب محترف أولا. ما معنى محترف؟ يعني أنه يحترف يكتب يوميا بشكل منتظم وعلى صارمة، ثم كاتب يجتهد. نبدأ من الحكاية الإطار التي انطلق منها، وسأكون بدوجي نوعا ما. عندما نسأل روائي ما عن علاقته بالواقع، دائما هذا السؤال الذي يتجدد: كيف تتعامل السي يوسف أو السي زفزاف أو السي شكري مع الواقع؟ دائما والحالة هذه أن الرواية تشتغل باللغة وهي الشغل التخيلي. نعرف في عهد حسن الثاني، ربما كنتوا صغار والديكم يعودكم هذه المسائل، حكاية مسجد الحسن الثاني. إذن دابا العلاقة المباشرة مع الواقع المغربي، واحد الملك كان كيحكم، بنت له واحد النهار يخلد الاسم تاعو، ودبر على واحد الآية عجيبة في القرآن: وكان عرشه على الماء. وطلع واحد النهار واحد الخطاب وقال الشعب ديالو غادي نبنيو مسجد فوق الماء. هادشي راه وقع، ماشي ساينس فيكسيون. إلى حدود الآن مسألة ربما عادية، ولكن شنو اللي هو غير عادي؟ وهذا المسجد غادي تبنيوه نتوما، شكون نتوما؟ المغاربة، بدون تمييز لا ما بين من يملك ولا من لا يملك، ستؤدون ثمنه ولكم أجر كذلك. دابا نتوما مغاربة عايشين في المغرب، يمكن لكم تخيلوا دابا هذا الكلام الملك نزل وصل عند المقدم دابا كاين في القرار الملك، فجأة سيتحول هذا المشروع اللي فيه فكرة المقدس يتحول إلى مأساة أو مآسي اجتماعية. فاش كيجي مقدم وكيحط لك جنوية هنا وكيقول واش تخلص ولا ما تخلصش، وإذا لم تستطع أن تؤدي
الرواية تنقسم إلى فئتين، الفئة التي استطاعت أن تؤدي تلك ذلك الواجب، والفئة التي عجزت عن أن تؤدي ذلك الواجب. يترتب عن هذه الوضعية، إذن ينطلق من هذا المعطى اللي هو واقعي ملموس، ويجعل الخلفية أو الفضاء المكاني والزماني للرواية هو ورش هذا المسجد. أقول ورش هذا المسجد، المسجد قبل أن يستوي مسجدا كيكون ورش ديال البناء. ما معنى ورش ديال البناء؟ شنو؟ عندما تمرون بجوار أي ورش ماذا تجدون؟ تجدون شنو؟ البنائين، وتجدون والجميلة، وتجدون كذا. بمعنى قبل أن يكتمل كمسجد و يزاول وظيفته في القداسة فهو ورش. إذا كل الأحداث تحدث في هذا الورش الذي بني أساسا على أنقاض حي شعبي في المدينة القديمة، لأن وكان عرشه على الماء. باش هذه الفكرة هذه تم تنزيلها خصنا نشطبوا على الناس اللي كانوا قبل منا مسميته. من هم هؤلاء الذين كانوا في تلك الأرض قبل المسجد؟ وإلى ما آل مصيرهم بعد بناء المسجد؟ وما هي قصتهم أثناء الخمس سنوات التي كان يبنى فيها المسجد؟ إذن من هنا تسلط الضوء على أسرة والأفراد ديالها، والعلاقات التي تربط هؤلاء الأفراد بآخرين. وطبعا في الصباح ورد كلام قوي، أنا سجلته بالحرف، قاله يوسف وكيخصص لنا المراحل. يقول الرواية ناس كيعيشوا، ناس كيعيشوا، خاصني الحياة والشخصية هما المهمين عندي، ويكونوا من لحم ودم. الشخصية اللي كتهز معاك الحمل ماشي كتوقف وسط الطريق، خاص تكون كابابل تمشي معاك حتى النهاية. إذا كانوا مهمين عندهم ما يقولوا في الحياة، الإيديولوجيا ما كتهمنيش. هذا مرتقى الصباح منه. إذن الإطار الفضاء المكاني والفضاء الزمني احنا ضبطناه. تأتي الشخصيات، وهذه الشخصيات بطبيعة الحال من يقرأ يوسف، قد أشار عبد المجيد إلى المسألة، شخصيته كلها أو جلها معطوبة. إن لم تكن مشوهة خلقيا فهي مشوهة معنويا. لماذا؟ ليس لأنه يريد أن يقدم لنا صورة فولكلورية عن المغاربة، ولكن لأنه يشتغل دائما على العمق الشعبي، الأحياء الشعبية الفقيرة إلى غير ذلك. وهذه الشخصيات، هذا العالم من الشخصيات، نحن نعرف أنه يعني على الأقل أعطابه تكون ظاهرة، وإلا فالأعطاب ما كتقطع حتى شيء سميتو. إذن فرح، مش غير الفرح اللي هي اسم غريب، كيكا، ريحان. هل سمعتم كلبا يحمل اسم ريحان؟ هذا بيتبول اسمه ريحان. فرح في قلب الرواية، تسأل إحدى الشخصيات، هل توجد واش ممكن شي بنت تولد شكون هنا من أزمور؟ ممكن شي أسرة تسمي بنتها في أزمور فرح؟ إلى آخره. الغرابة في الأسماء، والغرابة في الأوضاع، والغرابة في المصادر. من هي فرح؟ فرح بنت خرجت من أزمور وقصدت الدار البيضاء لأنها تريد أن تصير مغنية، وبحثت عن صديقتها نعيمة التي ستساعدها في تحقيق هذا الحلم. وهذه نعيمة كانت سبقتها هي أيضا إلى الكباريات الغناء، ومن خلال نعيمة ستتعرف على المحامي، أحد عشاق نعيمة. وهذا المحامي غادي يضحك على هذا الفرح، لأنها كانت قد سرقت
ما لا بها وس غادي ياكلها رزقها. اذا الرحله تبدا بحلم، الرغبه في تحقيق حلم، الغناء الى غير ذلك والمجد، وتتحول الى مأساة. وهذا الفرح لا نعرف، لان مره كتموت مره تعود الى الحياه، هذا موضوع اخر. موضوع اخر، لان يوسف فاضل عندما يشتغل على الواقع اللي تكلمنا فهو لا يشتغل كصحفي غادي يدير لنا ريبورتاج او يحاكي الواقع او كذا. فالروايه دائما تبني هذا العالم بلغتها، هي لغتها التي تعتمد على لا يقين، انسيرتيتود، لان احيانا نكاد نقبض على القصه وتنفلت منا الشخصيات نفس الشيء. هذا الورش الذي يراد منه ان يصير مسجدا سيشهد اشياء مدنسه لا علاقه لها بالمقدس. سنشهد مثلا ان هذا الفرح كشابه جميله تتعرى في مسجد وكتدوش كتعوم، ولكم ان تتخيلوا الوصف ديال الجسد ديالها والاغراء الى اخره. ستمارس علاقه جنسيه مع عثمان في الورش الذي سيصير من بعد المسجد. هنا الروايات تطأ في ارض ملغومه للغايه. ما يحدث في ورش، ولكن هذا الورش هو مشروع المسجد. أين يبدأ المقدس وأين يبدأ المدنس؟ أين فوقاش كيولي المسجد مسجد؟ فاش كنساليو البني وكنبركو على بطونة وينهال سيل من الأسئلة حول هذا الفضاء الذي كان قبل أن يصير ورشا كان مسبحا. كان مسبحا، وذلك المسبح شهد ذكريات لأطفال وفيه حكايات وفيه ناس ضحايا كانوا ضحية الغرق إلى غير ذلك. بمعنى أن ذلك المكان يوجد ما قبل المسجد وأثناء المسجد وما بعد المسجد، ثم القصص والحكايات التي تحدث، الشخصيات التي تتفاعل في هذا الإطار في هذا الفضاء الزمني المكاني، شخصيات عديدة وكلها معطوبة وكلها كتسالي الخزيت. هذه مسألة. مثلا الوالد النجار المزخرف الفنان بين عثمان يسقط من على السلم فيصير كسيحا كيكمل بالكريسة. سليمان ولده أرسله إلى السعودية أو ذهب إلى السعودية لكي ينقذ الأسرة، عاد برأس مقطوع. هذاك المشرف ديالو لقاه كيتغزلو، لا جاب له الله كيتغزلو بزوجته، فقطع رأسه وأرسلت جثة مفصولة عن الرأس. عبد الله شخصية بيزار. عبد الله هذا زوج واحد الفتاة سميتها حبيبة، وهاد حبيبة عندها أختها خديجة. هاد خديجة مهووسة بالجنس. عندما نقولوا مهووسة بالجنس يعني كيجبدوا عظامها وخسروا لها حلم، واضطروا يزوجوها واحد الزواج غير مهم باش يتفكوا، وصلنا با مارشي ورجعات وتكلف بها او تكفل بها السي عبد الله. كيقولوا خليني انسرعها اهرب من الواقع، ولكن راه الشيء كله كيطرا في الورش دنيا في الاخر. دابا مازال وصلنا عبد الله حنا تكلمنا عليه، الخال مصطفى. هاد الخال مصطفى شنو مشكلته؟ واش ما كانش عنده باش يخلص؟ بغاش يخلص ولا بغاش يخلص؟ رفض. تيراو فيه الجدارميه ما عندوش باش يحيد القرطاسه، خماج له هذاك الشيء، بقى مخبع. شكون غادي يشريها له؟ السي عبد الله بيع. هذا اللي كيصرع عباد الله هو النيت بيع. هذه الشخصيات، هذه الحياة أو الحيوات، هذه الأحداث الصغيرة وهذه التفاصيل كنعيشوها. نحن نعيش هذه الأشياء في الواقع،
طبعا قد تبدو الرواية وكأنها تبالغ، ولكن لا، لا تبالغ، لأن ما هو أهم وأخطر شيء وقع معها؟ وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء. نحن هنا أمام استغلال السياسي الديني. كيف يستغل السياسي الدين؟ ويترتب عن استغلال السياسة الدين مآسي اجتماعية. السياسة الدين الاجتماع. وأنا أتمنى من كل واحد منكم، حتى اللي كسول اللي ما كيحملش القراية، هذوك اللي معقمين على القراية، أن تقرأوا ما كتبه يوسف هنا عن الطوفان. الطوفان واش ترى ولا يتخيل؟ لا ما ترى شيء. ترى ماشي بهذا الشكل. يعني يغرقوا بالديور في دار البيضاء هذا الشيء، ماشي بهذا الشكل. يعني ما عرفش واش يتفضل يقرا لنا هذا المقطع، لان هذا الشيء لا يمكن ان يختصر، ان يختزل، ولكن علاش نبغيكم تتمتعوا بهذا سميتو؟ لان الروايه اذا كان فعل بناء المسجد قام على وكان عرشه على الماء، فالروايه في الاخر كتنتهي ما معناه؟ اراد الحاكم ان يجعل عرشه على الماء فجعل الذين كانوا على الأرض تحت الماء، بمعنى الوقت اللي هو بغى هو يكون عرشه فوق الماء، الآخرين هزهم الماء. ولكن هذا الشيء ينبغي أن تقرأوا كيف وصف هذا الزلزال الذي وقع، لأن كان كل من أدى ذلك الواجب كيتعطاه واحد الشهادة مكتوب فيها وكان عرشه على الماء، وكيديروا لها الناس. عرفنا فاش جا الطوفان قريب هذاك الشيء ولون كل شيء، وكتشوف الدجاج والماء، وكتشوف الشهاده هزها الماء. في صوره نقرا مقطع كوميم ولا تقرا الناس؟ لا اقرا انت ليت. انا نديت. تصنتوا عطيونا الخارج. الرؤوس القليلة التي لم ترحل بعد تطل الآن من فوق السطوح، وجوههم الجهم انفرجت، وهم الآن يطلقون النكات ويعلقون على المشهد المذهل الذي يتم تحت أبصارهم. براها البلاصة اللي غيتبنى فيها الجامع، راهو ما رحلوا الناس، قالوا لهم غنعطيكم السكن الاقتصادي، شي مشى شي بقى شي كيطلو من السطح، وجا الطوفان. قفص كبير يجره السيل، وقد امتطت سطحه ديكة وأرانب وطاووس. وهذا الأخير لا يبدو عليه أنه مدرك لما يحدث، ناشرا ريشه الفاتن الألوان، ويتلفت مختالا إلى كل الجهات، باحثا في هذه القيامة عن معجبين جدد. ثم رجل يجلس على دولابه، والدولاب يتأرجح به كما لو كان سفينة، والرجل يحمل لافتة كبيرة كتب عليها ساهموا في بناء المسجد. ومع اقتراب المساء، وهو مساء يظهر فقط من خلال تبدل الألوان، دوى الرعد قريبا، خيوط بنفسجية وحمراء تسللت بين شقوق الغيوم السوداء التي فتحتها الرعود المتتالية، كما لو أن العالم يستعد ليوم القيامة. وبدأ صوت آدمي يقترب شيئا فشيئا، وهذه المرة كان السيل يجري في شجرة هائلة تأكل بعض أطراف النيران. بينما تربى في أعلاها رجل مدثر بالسواد ويصيح قل هو الله أحد الله الصمد، رافعا يديه إلى السماء. هذا يوم عظيم، هذا يوم القيامة، يوم لا ينفع لا مال ولا بنون. الصوت يزداد قوة ووثوقا من أن الساعة قامت. الله أكبر، لا إله إلا الله. لحية كثة سوداء تغلف وجهه، والليل الذي ليس بليل يرجع صدى صوته الذي استحال صفيرا مبحوحا وهو يبتعد. ثم بعد الصمت الموجع الذي خلفه صاحب الشجرة، تعال صياح طفل صغير عندما انهار البيت المقابل. وكتبقى غالية، ما يمكنش تقرا شي تقول شي موقع، لان انا ما بغيش نختصر. المشاعر والقناعات